انا طالعه لاني مبهوره بصراحه، مبهوره. النهارده يوم عادي جدا زي كل يوم، بصحى من النوم الصبح بنظف بشرتي وبعمل روتين النهار. بس ايه بقى اللي اختلف النهارده؟ اللي اختلف اني عملت جلسه علاج من فيزاج بلس، الجهاز اللي احنا عملنا هولت ليه مع بعض لو تفتكروا. فتحنا الصندوق وطلعنا المكونات كلها وريتها لكم. النهارده بعمل ابديت لان دي خامس جلسه علاج للفيزاج، وبصراحه النتائج مبهره. يعني شكل بشرتي دلوقتي بس بروتين النهار. بعد ما خلصت روتين النهار استخدمت الفيزاج وعملت جلسه، شايفين نضاره البشره يعني بصراحه مبهر. طبعا انا حاطه ليبستيك ومظبطه حواجبي على اساس ان انا خارجه بعد شويه. سون هنعمل مع بعض تيوتوريالز، هتكلم فيه عن الجهاز وهتكلم فيه عن مميزاته وازاي نقدر نستخدمه وازاي نقدر ناخد افضل نتائج منه. بصراحه هو حقيقي ثوره في عالم العنايه بالبشره. ما تنسوش اني بحبكم كتير.